بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خديجة أم البنات. اليوم غادي نوجد لكم واحد الكيكة ديال البرتقال، واحد الكيكة عجيبة ديال 3 طبقات. بالنسبة للأول، الطبقة الأولى عندنا ليها نص كاس ديال البرتقال، عندنا فيها 100 غرام ديال سنيدة سكر خشن، عندنا 100 غرام ديال الدقيق، عندنا بيضة، عندنا واحد شوية ديال الفاني، وعندنا 3 ديال المعالق كبار ديال الزيت، زيت المائدة. نديرو بيضة، نديرو معاها سنيدة، نديرو شوية ديال الفاني، نديرو واحد 3 المعالق ديال زيت المائدة، نديرو شوية ديال المليحة، وغنخدمو هادشي وغادي نرجعو معاكم إن شاء الله. نديرو الدقيق ديالنا، هادي بلا خمارة غتجي بحال الجينواز. ها هي الطبقة هادي الأولى كتجي غير رقيقة، ندخلوها دابا الفران وغنقصو الفران شوية، راه من قبل راه سخون عندنا، نقصو ونخليوها طيب واحد 30 دقيقة هكا وغادي نخرجوها ونرجعو معاكم. بالنسبة للطبقة الثانية عندنا هنا 2 معالق ديال النشا، النشا ديال الفاني هادي، وعندنا 2 معالق ديال السكر سنيدة، وعندنا كاس ديال العنبة الحليب، وعندنا هاد الدانون 2 ديال الفاني حلو، وعندنا واحد الشاصية ديال الفلوط الفاني. المهم غنخلطو هاد العناصر، غادي نحطوهم على النار من بعد ما يبقى يعقد لنا هذا واحد شويه، غادي ننزلوه وعاد غادي نديرو فيه هادشي هذا ونرجعو معاكم. هيا من بعد ما عقد لنا هاد النشا والحليب والسكر، دابا غنديرو واحد المعلقه ديال الزبده، وغنزيدو واحد 2 معالق صغار ديال الكاكاو، دابا غنزيدو دانون ديالنا، غادي نزيدو الفاني، غادي نخلطو العناصر كاملة. وغادي نزيدوهم واحد شويه، واحد 2 دقائق 3 دقائق على النار ونرجعوا. هذه هي الطبقه الثانيه. دابا غندخلوها الثلاجه نخليوها تبرد على ما نوجدوا الطبقه الثالثه ونرجعوا معاكم. بالنسبه لهنا عندنا 2 معالق ديال السكر سنيده، غادي نذوبوهم نديرو كراميل، وغادي نكبو فيه هاد الكركاع هذا باش غادي نحصلو على النوكا، وغادي نرجع معاكم ان شاء الله. بالنسبه للكريمه
نديرو كاس ديال العنبه ديال هاد الكريمه دغولاله، غادي نديرو هنا وغادي نمشيو نطربو ونرجعو معاكم. هنا من بعد ما طربنا الكريمه ديالنا نزيدو عليها واحد الدانون مسوس وغنزيدو عليها هاد النوكا هادي. غادي نحطوها على هاد الطبقه ديال الشكلاط دابا غندخلوها المجمد يجمد مزيان وعاد نرجعو نقدمو نصاوبو لكم الطريقه الاخرى يعني الطبقه الاخرى نرجعو معاكم ان شاء الله. دابا غادي ندخلوها المجمد وغادي نوجدو الطبقه الاخيره ونرجعو معاكم. بالنسبه للطبقه الاخيره عندنا واحد 500 مليمتر ديال البرتقال معصر، وعندنا هنايا جوج معالق د النشا، وعندنا جوج معالق ديال السكر سنيده، وعندنا واحد الشاسيه ديال الفاني ديال البنان. غنديروا العناصر كامله هنا غنخلطوا كلشي وغنحطوه على نار مهيله ونرجعوا معاكم. بعد ما نزلناها ها هي الكريمه ديالنا، غنزيدوا واحد 6 ديال المربعات ديال الشكلاط الابيض صافي، وكنخلطوهم حتى كيذوبوا وكنخليوها شي شويه تبرد، وعاد كنكبوها على الطبقه الاخرى. خواتاتي هذه هي اللمسات الاخيره ديال الطرطه ديالنا ديال البرتقال. المهم فيها بزاف ديال المواد، حنا كنقولوا البرتقال لان المونتاج كله برتقال. ما تنساوش ديروا جيم وتشاركوا في القناه ديالي، وصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء.